برعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وحضور جميع الجهات المعنية، وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين في مجال التعليم الطبي والتدريب لأطباء الأسنان في مملكة البحرين. وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب البحريني الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة والدكتورة لولا شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن جانب الكلية الملكية للجراحين عميد الكلية البروفيسور فيليب تايلور. وتهدف مملكة البحرين من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من امتحانات الدبلومة والزمالة التخصصية في طب الأسنان واتخاذ المملكة مركزا لمنطقة الشرق الأوسط لعقد الامتحانات، إلى جانب تقديم الدعم لتهيئة صفوف من المدربين في البرامج التدريبية لطب الأسنان وتقديم الدعم والمساندة في تطوير الكوادر الطبية في تخصص طب الأسنان بفروعه المختلفة والاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها الكلية وفرصة الحصول على اعتماد لتنفيذها في مملكة البحرين.